بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح علينا فتوح العارفين اللهم آمين. قال الناظم حفظه الله تعالى: باب ما يجب للميت. باب ما يجب للميت أي أن هذه الأمور واجبة من الأحياء تجاه الميت. قال: لمسلم مات على الأحياء غير الشهيد واجب كفائي الغسل والتكفين قبل الحمل له الصلاة دفنه بالعفو. لمسلم مات على الأحياء غير الشهيد واجب كفائي الغسل والتكفين قبل الحمل له الصلاة دفنه بالرمل. هكذا. إذن هذه الأشياء الأربعة والمصنف جعلها خمسة: الغسل، التكفين، الصلاة، الدفن، وزاد المصنف الحمل. وقال العلماء إن الحمل أي حمل الميت هذا من لوازم الدفن وبالتالي لا يفرد، لكن المصنف ذكره مستقلا فقال: ما يجب أو ما يلزم الأحياء تجاه الميت خمسة أمور: أولها الغسل، الثاني التكفين، الثالث الصلاة، الرابع الحمل، الخامس الدفن. قال هنا: لمسلم مات على الأحياء غير الشهيد. أما الشهيد فإن له أحكاما تخصه، ونستطيع أن نرسم جدولا حتى تتضح الأحكام. نرسم جدولا حتى تتضح الأحكام. نقول: عندنا المسلم غير الشهيد، وعندنا الشهيد، وعندنا الكافر المعصوم، وعندنا الكافر غير المعصوم. كم هؤلاء؟ خمسة. نكتب هنا نوع الميت، نكتب هنا الغسل، التكفين، الصلاة، الدفن. النوع الأول المسلم غير الشهيد. النوع الثاني المسلم الشهيد. النوع الثالث الكافر المعصوم الذمي المعاهد المستأمن. الرابع الكافر غير المعصوم المرتد والحربي. واضح؟ الأمر الأول الغسل، الثاني التكفين، الثالث الصلاة عليه، الرابع الدفن. بالنسبة للمسلم غير الشهيد يجب الغسل ويجب التكفين ويجب الصلاة عليه ويجب دفنه. هذا إذا كان مسلما غير الشهيد. أما إذا كان مسلما شهيدا فغسله يحرم، تكفينه واجب، الصلاة عليه تحرم، دفنه واجب. واضح ولا؟ أما إذا كان كافرا معصوما فغسله جائز، تكفينه واجب، الصلاة عليه تحرم، دفنه واجب.
واضح أو لا؟ أما إذا كان الكافر غير معصوم كحربي أو مرتد فغسله جائز، تكفينه جائز، الصلاة عليه تحرم، دفنه جائز، يمكن يدفن يمكن يلقى للكلاب، ليس معصوما. واضح أو لا؟ هذا تفصيل لأحكام هؤلاء الأربعة. هنالك بعض الاستثناءات البسيطة، مثلا بالنسبة للمسلم هناك استثناء بسيط في قضية المحرم، المحرم والمحرمة، يكفن المحرم والمحرمة بشرط ألا يطيب، لأن المحرم والمحرمة منهي عن استعمال الطيب أثناء الإحرام، وإذا كان رجلا بشرط ألا يخمر رأسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته فمات، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا استثناء بسيط يتعلق بالمحرم والمحرمة، واضح؟ هنالك استثناء آخر يتعلق بالسقط، يتعلق بالسقط. السقط يصح أن تقول السقط والسق والسق، كله صحيح، يقولون مثلث السين، أي أن السين يصح ضمها وفتحها وكسرها. السقط هذا له ثلاث حالات، الحالة الأولى من حال السقط أنه لا تظهر فيه خلقة الآدمي، لا تظهر فيه خلقة الآدمي، يكون قطعة دم ليس فيه خلقة آدمي، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تظهر فيه خلقة الآدمي لكن لم تظهر أمارة الحياة، واضح ولا؟ تظهر خلقة الآدمي بمعنى أن يتميز رأسه، أن تتميز يداه، أن تتميز رجلاه، تظهر فيه خلقة الآدمي لكن ليس هنالك أمارة تدل على حياته، بمعنى أنه لم يعطس، لم يبكي، لم يصرخ، واضح؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تظهر أمارة حياته، بمعنى أنه خرج من بطن أمه فصاح ثم مات، عطس ثم مات، سعل ثم مات، ظهرت أمارة على حياته. فإن كانت في الحالة الأولى أي لم تظهر فيه خلقة آدم، فحينئذ نقول كل شيء جائز، أو نرتبها في جدول أفضل حتى يتضح لكم أكثر، نقول الغسل، التكفين، الصلاة، الدفن. الغسل جائز، التكفين جائز، الصلاة تحرم، الدفن جائز، أي لا يجب شيء، لا يجب شيء، بل تحرم الصلاة، فهمنا؟ هذا في الحالة الأولى. تمام؟ إذا ظهرت خلقة الآدمي، نقول إذا ظهرت خلقة الآدمي كل شيء واجب. خلقة الآدمي ظهرت لكن لم تظهر أمارة الحياة، كل شيء واجب إلا الصلاة حرام.
يجب غسله، واضح، يجب تكفينه، يجب دفنه، لكن الصلاة تحرم عليه. إذا ظهرت أمارة حياته فحكمه حكم الكبير، يجب فيه كل شيء، الغسل واجب، التكفين واجب، الصلاة عليه واجبة، الدفن واجب، واضح ولا؟ هذا مذهب الشافعية. إذا تفهموا من هذا أن السقط إذا ظهرت خلقته ولم تظهر أمارة حياته فالصلاة عليه حرام، هذا مذهب الشافعية. مذهب الحنابلة أن السقط إذا بلغ 4 أشهر يصلى عليه، سواء ظهرت أمارة الحياة أو لم تظهر، ما دام أنه بلغ 4 أشهر يصلى عليه، لأن الغالب أن من بلغ 4 أشهر تنفخ فيه الروح. في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، أي بعد 4 أشهر، واضح أو لا؟ إذن هذا الفرق بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. انظر ماذا قال لكم هنا: لمسلم مات على الأحياء غير الشهيد. من الشهيد؟ ما المقصود بالشهيد؟ المقصود بالشهيد من قتل في معركة الكفار بسبب القتال. من قتل في معركة الكفار، قولهم في معركة الكفار هذا قيد، أخرج من قتل في معركة بين المسلمين البين، فعند الشافعية هذا ليس شهيدا، بمعنى لا تترتب عليه أحكام الشهادة المذكورة هنا، واضح؟ الشرط الثاني أن يكون بسبب القتال، فلو قتل لا بسبب القتال أو مات لا بسبب القتال، كأن حصلت له مثلا جلطة، أو حصلت له سكتة قلبية، أو حصل له شيء آخر، مات لا بسبب القتال، فإنه ليس شهيدا، أي من حيث الأحكام، واضح ولا؟ واضح. وذلك لأن الشهداء، بارك الله فيكم، الشهداء ينقسمون إلى 3 أقسام: إما شهيد آخرة يسمى شهيد آخرة، وإما شهيد دنيا، وإما شهيد دنيا وآخرة. الشهداء كم أقسام؟ 3. إما شهيد آخرة، ما معنى شهيد آخرة؟ أي شهيد له ثواب الشهداء في الآخرة، له ثواب الشهداء في الآخرة، تمام؟ هذا يسمى شهيد آخرة. أو شهيد دنيا، ما معنى شهيد دنيا؟ أي له أحكام الشهداء في الدنيا. ما هي أحكام الشهداء؟ مثلا من أحكام الشهيد أنه تحرم الصلاة عليه، وأنه يحرم تغسيله، تمام؟ إذن شهيد الآخرة مثل من؟ مثل من شهيد الآخرة؟ أي له ثواب الشهداء في الآخرة، لكن في أحكام الدنيا يغسل، يكفن، يصلى عليه وجوبا ويدفن، مثل من؟ مثل الغريق، مثل صاحب الهدم، مثل الذي مات بداء البطن المبطون، مثل المطعون الذي مات بداء الطاعون، مثل المرأة تموت في نفاسها، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. أعظم الشهداء عالم قال كلمة حق عند سلطان جائر، كل هؤلاء يدخلون في شهداء الآخرة، أي أن لهم ثواب الشهداء في الآخرة، واضح؟ لكن من حيث أحكام الدنيا لا تطبق عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، فهمنا؟ القسم الثاني
شهيد الدنيا. ما معنى شهيد الدنيا؟ أي شهيد تطبق عليه أحكام الشهداء في الدنيا. من هو هذا؟ من قتل في معركة الكفار بسبب القتال، يعني كان هو من المسلمين يقاتل مع المسلمين ضد الكفار، تمام، ومات بسبب القتال، هذا يسمى شهيد دنيا. من حيث الأحكام لا يغسل، لا يصلى عليه، لكن هذا الشخص خدش ثواب الشهادة بخادش، يعني فعل شيئا يمنعه من تحصيل ثواب الشهادة. مثل ماذا؟ ذكر الفقهاء عدة أمثلة، يعني من الأمثلة مثلا أن يكون أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا يسمى الغلول، هذا يخدش ثواب الشهادة فيكون شهيدا في الأحكام لكن ليس له الثواب. أو مثلا كان يقاتل حمية لا لإعلاء كلمة الله مثلا، أو أشياء ذكرها الفقهاء. القسم الثالث شهيد في الدنيا والآخرة. شهيد في الدنيا أي تطبق عليه أحكام الشهيد، شهيد في الآخرة أي ينال ثواب الشهداء في الآخرة. وهذا من قتل في معركة الكفار بسبب القتال وكان يقاتل لإعلاء كلمة الله ولم يخدش ثواب شهادته بشيء. واضح؟ صارت القسمة كم الآن؟ ثلاثية. قال الناظم حفظه الله تعالى: لمسلم مات على الأحياء غير الشهيد واجب كفائي، الغسل والتكفين قبل الحمل، له الصلاة دفنه بالرمل. اتضح؟ اتضح إن شاء الله. ثم قال: غسل الميت، وصفة الغسل الأقل عمم بالماء جسم الميت والمتمم. إذن ذكر أن تغسيل الميت له صفتان: صفة مجزئة تسمى أقل الغسل، صفة كاملة تسمى الغسل التام. فقال لك: وصفة الغسل الأقل، هذا الصفة الواجبة. ثم قال: والمتمم، أي الصفة الكاملة. واضح؟ فما هي الصفة المجزئة في تغسيل الميت؟ الصفة المجزئة في تغسيل الميت أن يعمم بدن الميت بالماء، أن يعمم بدن الميت بالماء، جميع البدن يعمم بالماء. وهل يشترط مع ذلك النية أو لا يشترط؟ ها؟ يستحب. فالنية لا تجب في تغسيل الميت كما مر معكم مرتين، صح؟ نعم. قال: وصفة الغسل الأقل عمم بالماء جسم الميت والمتمم، أي والصفة الكاملة في تغسيل الميت، إجلاسه إلى القفاء إلى قفاه مائلا، ومسح بطنه وفرج غسل. إذا كان الميت في هذا المكان، فأولا يستحب أن تلين أعضاؤه بعد موته، فإذا مات تلين أعضاؤه، يفعل هكذا بيده ثم بيده الأخرى، ثم يفعل نفس الشيء برجله ثم برجله الأخرى، وتلين هذه المفاصل، لأن الميت إذا ترك بعد موته فإن أعضاءه تيبس بعد ذلك، إذا حركتها تنكسر. واضح؟ فأول شيء تلين أعضاؤه بعد تغميض بصره وإغلاق فمه، فإن لم ينغلق ربط، ربط على وجهه بخرقة بحيث ينغلق فمه، ويوجه الميت إلى القبلة، وتنزع ثيابه التي عليه بعد أن توضع خرقة تستر عورته، ثم يغسل، يرفع من قفاه، وتضع هذه الأصبع الإبهام تحت أسفل رأسه حتى لا يعود رأسه هكذا فينكسر. واضح؟ تمسكه هكذا من رقبته بهذا الشكل، وتضع يدك بعد أن تلبسها خرقة
تضعها على بطنه برفق. وهنالك شخص يصب الماء بكثرة، ويستحب أن تكون هنالك رائحة طيبة في المكان تغطي رائحة ما قد يخرج من الميت، ثم تقوم بتنقية الميت، فتضع خرقة في يدك وتدخلها فتقوم بتنظيف القبل والدبر مما خرج منهما. بعد هذا تقوم بتوضئة الميت كوضوء الصلاة تماما. وبعد أن تقوم بتوضئة الميت تبدأ بتغسيله، فتغسله أولا بماء تمام وسدر، ثم تغسله بماء خالص، ثم تغسله بماء وكافور. كم هذه؟ 3. إذن غسلة بماء وسدر، ويقوم مقام السدر غيره من المنظفات، ثم غسلة يسميها الفقهاء غسلة مزيلة تزيل السدر، ثم غسلة تكون بالكافور. ويستحب أن يكون الكافور صلبا حتى لا يسلب الماء الطهورية، فإن الماء إذا تغير بشيء من الطاهرات وكانت مخالطة واضح فإنه يكون طاهرا غير مطهر. إذن هذا باختصار تغسيل الميت بصفة الكمال. عندما درسنا مع الإخوة في معهد الشيخ جميل الرحمن كتاب شرح بن قاسم على متن أبي شجاع، شرحت لهم، أخذت أحد الطلاب وأضجعته وقمنا بعملية تغسيل تطبيقية، وأظنه موجود على بل هو موجود على اليوتيوب، يمكن لمن أراد أن يراجع الكيفية أن ينظر ذاك الفيديو تمام. قال هنا: وصفة الغسل الأقل عمم بالماء جسم الميت والمتمم، إجلاسه إلى قفاه مائلا، ومسح بطنه وفرج غسلا، تنظيف سن، أي يسن أن تنظف أسنانه واضح، أذنين أنف، أي تنظيف الأذنين وكذلك تنظيف الأنف، توضئة له، أي بعد أن تنظف هذه المواضع فإنك تقوم بعملية الوضوء كاملة، وذا بلطف، تعميمه بالماء 3، واجعلي بالأول السدر وكافورا يلي، أي وكافورا يلي الغسلة التي تزيل السدر. إذن تغسله أولا غسلة بالسدر، ثم غسلة بالماء الخالص تزيل بها السدر، ثم غسلة ثالثة بالكافور، واضح؟ نعم. إذا أردت أن تغسله 5 تغسله بالسدر أولا، ثم تزيله بالماء الخالص، ثم بالسدر ثانيا، ثم تزيله بالماء الخالص، ثم بغسلة ماء مع كافور. أردت أن تغسله 7، الأولى بالسدر تمام، الثانية بالماء الخالص، الثالثة بالسدر، الرابعة بالماء الخالص، الخامسة بالسدر، السادسة بالماء الخالص، السابعة مع الكافور، واضح؟ ثم قال لكم الناظم حفظه الله تعالى: تكفين الميت أقل تكفين لميت مسلم، ستر بثوب عما غير المحرم، يكشف رأسه وأنثى وجهها، أكمله له 3 لفها، لها لفافتان والإزار، يسترها القميص والخمار. هكذا قال. هذا بيان لأحكام الكفن. قال العلماء: أقل الكفن ثوب، أقل الكفن ثوب، أقل الكفن ثوب. هل أقل الكفن ثوب يستر العورة، أو أقل الكفن ثوب يستر البدان؟ واضح وغير واضح؟ هل يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟
الرملي رحمه الله تعالى يقول: يجب ثوب يستر العورة، يعني مثلا في الرجل ما بين السرة والركبة، يجب ثوب يستر العورة لحق الله تعالى. يجب ثوب يستر العورة لحق الله تعالى. يقول: ويجب ثوب يستر جميع البدن لحق الميت مع حق الله. يعني هذا الثوب الذي يستر جميع البدن يكون لحق الميت مع حق الله، واضح ولا؟ ويقول: والثوب الثاني والثوب الثالث يكون لحق الميت فقط. بناء على هذا الكلام، الثوب الذي يستر جميع البدن لحق من؟ لحق الميت ولحق الله. فلو أن الميت أوصى، قال الميت قبل أن يموت: كفنوني في ثوب يستر العورة فقط، هل له أن يسقط الباقي أو ليس له؟ على هذا الكلام واضح ولا؟ لو قال الميت: أوصيكم بعد موتي أن تكفنونني في ثوب يستر العورة فقط، أي ما بين السرة والركبة، هل يصح له أن يسقط الباقي أو لا يصح؟ ما رأيكم؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن ستر البدن بثوب، أي ستر جميع البدن بثوب، ليس من حق الميت فقط، بل فيه حق لله عز وجل. وبالتالي لو أوصى بإسقاط الزائد على ستر العورة لا يسقط، لأنه ليس حق محض لك، بل فيه حق لله. لكن لو قال الميت: أوصيكم بعد موتي أن تكفنونني بثوب واحد فقط، لا ثوبين ولا ثلاثة، له أن يسقط هذا أو ليس له؟ له أو لا؟ له. لماذا له؟ لأن هذا حق محض له. واضح الفرق؟ واضح الفرق بين المرتبة الثالثة والثانية؟ إذن نقول: تكفين الميت بثوب يستر العورة فقط هذا لحق الله تعالى، تكفين الميت بثوب يستر جميع البدن هذا فيه حق مشترك، حق لله تعالى وحق للميت. حتى لو أن الميت أوصى بإسقاط ما زاد على ستر العورة فإنه لا يسقط. تكفين الميت بثوب ثان وثوب ثالث نقول هذا حق للميت فقط، فله أن يوصي بإسقاط ذلك. تمام؟ هذا ماذا؟ هذا معتمد الرملي. أما ابن حجر فيرى أن الثوب الذي يستر جميع البدن هذا حق للميت فقط. عند ابن حجر أن الثوب الذي يستر جميع البدن حق للميت، وإذا كان حق للميت فقط فإن للميت أن يوصي بإسقاطه، لكن ليس للميت أن يوصي بإسقاط الثوب الذي يستر العورة. اتضح الخلاف بينهما أو لا؟ واضح؟ واضح؟ إن شاء الله. قال: الآن أريد منك أن تنظر هنا، هل هو مشى على ما اعتمده ابن حجر أو مشى على ما اعتمده الرملي؟ قال: أقل تكفين لميت مسلم ستر بثوب عم. مشى على ماذا؟ على ما اعتمده الرملي. واضح؟ أقل تكفين لميت مسلم ستر بثوب عم غير المحرم. أما المحرم فكما تقدم أنه لا يستر رأسه، وإذا كانت امرأة لا يستر وجهها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: غير المحرم يكشف رأسه وأنثى وجهها، أكمله له ثلاث لفها، أي أن الأكمل في حق الذكر ثلاث لفائف،
عراض، تمام، بياض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد فقال: وذكر كفن في عراض ثلاثة لفائف بياض. هذا الأفضل، ويجوز أن يكفن في قميص وعمامة، إلا أن الأفضل ما كفن به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة في صحيح مسلم: كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحولية. ما معنى سحولية؟ كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحولية. ما معنى سحولية؟ سحولية نسبة إلى مدينة في اليمن تقع في منطقة اسمها إب، تصنع فيها الثياب، لا زالت موجودة إلى يومنا هذا، فتنسب إليها الثياب، يقال ثياب سحولية. واضح؟ كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال هنا: هذا بالنسبة للرجل، ثلاثة أثواب بيض عراض ليس فيها قميص ولا عمامة. بالنسبة للمرأة يسن أن تكفن بخمسة أثواب: إزار يستر ما بين السرة والركبة، قميص كهذا يستر معظم الجسد، خمار يستر الرأس هكذا، ولفافتان فوق ذلك. قال لكم صاحب الزبد: لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار، تمام. قال لكم هنا: لها لفافتان والإزار يسترها القميص والخمار. واضح؟ ثم قال: حمل الميت، هيئات حمله أجزها حاشا. هيئات حمله أي يجوز حمل الميت بأي هيئة، سواء حمل على الأكتاف أو حمل في السيارة، بأي هيئة. هيئات حمله أجزها حاشا أي ما عدا. هيئات حمله أجزها حاشا مزرية، مزرية مجرور بحرف الجر حاشا، لأن حاشا إذا لم تسبق بما يجوز أن تكون حرف جر، وإذا سبقت بما تعين نصب ما بعدها على أنه مفعول به، تمام. هيئات حمله أجزها حاشا مزرية منها السقوط يخشى، أي إلا إذا كانت هيئة حمله مزرية بحيث أنه يخشى سقوط الميت فهذه تكون حرام، هذه الهيئة حمل الميت فيها حرام. ثم قال: أركان الصلاة على الميت. بسم الله. وفي صلاة الميت الأركان قل سبعة نيتها العنوان. أول ركن من أركان الصلاة النية. وقبل الكلام على أركان الصلاة نقول إن شروط صلاة الميت هي نفسها شروط صلاة العادية، صلوات الخمس، نفس الشروط، نفس الشروط التي ذكرناها في الصلوات الخمس تشترط في الصلاة على الميت. لكن الصلاة على الميت يزيد فيها شرطان. الصلاة على الميت يزيد فيها كم شرطان؟ ما هما؟ الشرط الأول أن يتقدم تغسيل الميت، فلا يصح الصلاة على الميت قبل أن يتقدم غسله. قلت لكم من قبل أن هذا في غير أحوال الضرورة، أما لو كان هنالك حادث كسقوط طائرة وما شابه ذلك فحينئذ يسع الناس أن يصلوا على الميت وإن لم، أو على الموتى وإن لم يتقدم تغسيلهم. تقدم هذا معنا صح؟ طيب، إذن نقول الصلاة على الجنازة لها نفس الشروط المذكورة في الصلوات الخمس، إلا أن هنا شرطان زائدان. الشرط الأول ما هو؟ أن يتقدم طهر الميت. وهل يشترط أن يتقدم تكفين الميت؟ لا يشترط،
لكنه أفضل، تقدم تكفين الميت أفضل. الشرط الثاني أن يكون الميت الحاضر في الأمام، فلا يصح أن نصلي على ميت حاضر وهو في الخلف، نحن نصلي هنا والجنازة في الخلف، هذا إذا كان الميت حاضرا. أما إذا كان الميت غائبا فلا يشترط هذا الشرط، واضح؟ ثم قال: أركان الصلاة على الجنازة وفي صلاة الميت الأركان. قل: سبعة نيتها العنوان، أولها النية، تكبير أربع مع القيام. الركن الثاني التكبيرات الأربع، التكبيرات الأربع، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرتين. قال: تكبير أربع مع القيام، أي أن من أركان صلاة الجنازة أن يصلي قائما إلا لعذر فيصلي جالسا كما مر معنا في صلاة الفرض. تكبير أربع مع القيام حمد تلي تكبيرة الإحرام على النبي بعد الصلاة، والتي بعد الثلاث دعوة للميت، وكبرا رابعة وسلمي وزده تبريكا برأي العالم. انتبه، قال حمد، قوله حمد عمل بعد كلمة حمد فاصلة، أي أنه من الأركان قراءة سورة الحمد، لكن لم يحدد لذلك موضعا. الأولى أن سورة الفاتحة تقرأ بعد التكبيرة الأولى، هذا الأفضل، لكن لا يتعين ذلك الموضع. بمعنى آخر، لو قرأت سورة الحمد بعد التكبيرة الثانية أو بعد التكبيرة الثالثة أو بعد التكبيرة الرابعة صح ذلك، إلا أن الأفضل أن تقرأ الحمد بعد التكبيرة الأولى، واضح؟ ولذلك الناظم حفظه الله نبه إلى هذا، فلم يذكر موضعا لقراءة الحمد، قال: مع القيام حمد، أي تقرأ سورة الفاتحة، ولم يقل تقرأها بعد كذا، إشارة إلى أنك لو قرأتها بعد التكبيرة الأولى فهو الأفضل، ويجوز أن تقرأها بعد الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذا هو المعتمد في المذهب. قال: تكبير أربع مع القيام حمد، ثم قال: تلي تكبيرة الإحرام على النبي بعد الصلاة، أي بعد تكبيرة الإحرام، تمام، التكبيرة الثانية تكون بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. هنا يتعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعين كونها بعد التكبيرة الثانية، تمام. ثم قال: والتي بعد الثلاث دعوة للميت، أي ويتعين بعد التكبيرة الثالثة أن تدعو للميت، وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم صل على محمد، وأقل الدعاء للميت أن تقول اللهم اغفر له، تمام. وكبرا رابعة وسلمي، أي تكبر التكبيرة الرابعة وبعدها يكون السلام، ولو دعوت بعدها وقبل السلام فلا بأس. قال: وكبرا رابعة وسلمي وزده تبريكا برأي العالم. تقدم معكم هذا من قبل، تقدم أن زيادة وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في المذهب لا تسن مطلقا، سواء في الصلوات الخمس أو في غيرها أو في صلاة الجنازة، لا تسن مطلقا زيادة وبركاته، إلا أن ابن حجر الهيتمي، وهو المقصود بقول الناظم برأي العالم، إلا أن ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى اعتمد استحباب زيادتها في صلاة الجنازة في التسليمة الأولى فقط. ففي التسليمة الأولى على رأي ابن حجر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذا على ما اعتمده ابن حجر، وإلا فإن ما اعتمده الرملي، ما اعتمده كثير من فقهاء الشافعية، أن زيادة وبركاته لا تسن مطلقا لا في الجنازة ولا في غير الجنازة.
قال لكم الناظم: على النبي بعد الصلاة والتي بعد الثلاث والتي بعد الثلاث دعوة للميت، وكبر الرابعة وسلم، وزده تبريكا برأي العالم. ثم قال: دفن الميت. نعم، نكمل هذا ونجعل إن شاء الله بعد العصر أحكام الزكاة إن شاء الله. دفن الميت، قال: واجب دفن الميت أن يكون، عفوا، واجب مضاف ليس مبتدا، واجب دفن الميت أن يكون في حفرة عليه لا يبنون. يقول لك إن الواجب في دفن الميت أن يكون في حفرة، أقل الحفرة أن تكتم رائحة الميت وأن تحرسه من السباع، هذا أقل الواجب، أن تكون هذه الحفرة تكتم رائحة الميت فلا تشم رائحته، وأن تحرسه من السباع، فإذا جاء مثلا حيوان مفترس يريد أن يصل إلى الجثة إلى الجسد لا يستطيع. هذا المقدار الواجب. ويستحب أن يوسع القبر وأن يعمق قدر قامة وبسطة، هكذا هكذا قامة وهكذا بسطة، يعني تقريبا 2 متر، تقريبا 2 متر وربما يزيد قليلا. واضح؟ إذن نقول الواجب في دفن الميت حفرة تكتم الرائحة وتمنعه من السباع. المستحب أن يعمق القبر وأن يوسع، أن يعمق مقدار قامة وبسطة. وقول الناظم: واجب دفن الميت أن يكون في حفرة، لابد أن يدفن في حفرة، تفهم من هذا أنه ما يوجد في بعض البلدان، لا أدري يوجد في بلادكم أو لا، يوجد شيء يسمى الفساقي. ما معنى الفساقي؟ يحفرون في الجبل مثل المغارة، يحفرون في الجبل مثل المغارة، فإذا مات عليهم شخص يضعونه، يدخلون المغارة يضعونه ثم يغلقون بابها، فإذا مات آخر بعد أيام أو أشهر يفتحون الباب فيدخلونه ويضعونه بجانب الأول، فإذا مات ثالث هكذا ورابع وخامس وسابع وعاشر إلى آخر حتى يمتلئ المكان ثم يغلقونه عليهم جميعا. هذا يوجد في بلادكم أو لا يوجد؟ يوجد هذا، هذا حتى يوجد في بلادنا. هذا لا يجوز لأنه ليس دفنا في حفرة، الواجب أن الميت يدفن في حفرة، واضح أو لا؟ ثم إن هذا المكان لا يكتم رائحة الميت، وقد قلت لكم إن الواجب في القبر حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. إذن هذا الذي يفعله بعض الناس لا يجوز. قال لكم الناظم: واجب دفن الميت أن يكون في حفرة عليه لا يبنون، أي يحرم البناء على القبر. قال فقهاء الشافعية رحمهم الله: يحرم البناء على القبر إذا كانت المقبرة مسبلة. ما معنى مسبلة؟ ليس المقصود بمسبلة هنا أي أنها موقوفة، ليس هذا المقصود، إنما المقصود بقول فقهاء الشافعية مسبلة أي أن الناس اعتادوا الدفن فيها، اعتاد الناس الدفن فيها سواء كانت أرضها موقوفة أم لا، فإذا اعتاد الناس أنهم يدفنون في مقبرة هذه مقبرة مسبلة يحرم البناء عليها. واضح وغير واضح؟ واضح. وبالتالي البناء على القبور محرم إذا كانت المقبرة مسبلة كما هو موضح في كتب الشافعية. قال: واجب دفن الميت أن يكون في حفرة عليه لا يبنون، فإنها تكتم عنه الرائحة، تمنعه من السباع الرائحة. تكتم الرائحة أي الرائحة الرائحة، تمنعه من السباع الرائحة أي التي تروح وتجيء، تذهب وتعود. واضح؟ فهذا جناس تام،
قال والأفضل اللحد على القوية، أي الأفضل أنه يكون هنالك لحد، اللحد حفرة تكون في القبر مما يلي القبلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. تعرفون الشق أو لا؟ هذا القبر هذا القبر مثلا، ثم تكون هنا حفرة، هذا يسمى اللحد. هذا اللحد حفرة تكون إلى جهة القبلة، تمام. كيف يكون الشق؟ الشق هذا القبر، هذا القبر، ثم بعد ذلك يبنى في هذا المكان هكذا، يوضع الميت هنا ثم يسقف عليه هنا ثم يدفن، أو من البداية يحفرون هكذا، يوضع الميت هنا ثم يسقف هنا ثم يدفن، هذا يسمى شق. واضح؟ الأفضل إذا كانت الأرض قوية، يعني طينية قوية، الأفضل اللحد، تمام. لكن أحيانا لا يمكن اللحد أو يصعب اللحد بسبب أن الأرض جبلية أو أنها رملية رمال، فحينئذ يمكن أن يدفن في الشق. قال والأفضل اللحد على القوية من الأراضي الشق في الرخية، في الأرض الرخية كالرملية مثلا. خير القبور الواسع العميق، خير القبور القبر الواسع العميق قدر قامة وبسطة. في بعض الدول، في بعض الدول، في استراليا، حدثني بعض الإخوة كان هنا عندنا في المعهد، لعل بعض الإخوة اسمه عيسى، لا توجد أراضي يشتريها المسلمون، يشتريها المسلمون من أجل الدفن، فمثلا يحفرون هكذا 5 أمتار في الأرض، 5 أمتار، ثم يموت الميت الأول يضعونه هنا ثم يدفنون، يموت الثاني يضعونه هنا ثم يدفنون، يموت الثالث يضعونه هنا ثم يدفنون، الرابع هنا ثم يدفنون، يبقى هكذا فوقه في القبر، قبر لكن تحته كم؟ 4. مثل هذا جائز، لا يظهر لي مانع، صح. هذه حفرة تكتم الرائحة وتحرسه من السباع، ولا يدخل في هذا أننا جمعنا ميتين في قبر واحد، لأن الأصل أنه لا يجوز أن يجمع ميتان في قبر واحد إلا للضرورة، لكن الآن ما في جمع، هذا مستقل وهذا مستقل وهذا مستقل وهذا مستقل، فالذي يظهر والله أعلم جواز مثل هذا خاصة إذا دعت إليه حاجة. واضح؟ أظن هذا لا يوجد في بلادكم، لا يوجد، أحسن. قال هنا خير القبور الواسع العميق فانتبهوا من غفلة أفيق. بقي أن نقول أن دفن الميت إلى القبلة واجب، دفن الميت إلى جهة القبلة، أن يوجه الميت إلى القبلة واجب. كون الميت يدفن في اللحد هذا مستحب، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ودفنه لقبلة قد أوجب وسن في لحد بأرض تصلب. واضح؟ ويسن تعزية الميت، والتعزية لغة معناها التسلية، وذلك بأن يدعو للميت وأن يدعو لمن مات عليه بالثواب، ويعزى كل شخص أصابه الحزن بموت قريب له أو صديق، بل قال بعض الفقهاء حتى لو أصابه الحزن بموت حيوان له فإنه يسن تعزيته، لأن المقصود من التعزية التصبير. واضح؟ سواء
مات قريب أو مات صديق أو مات حيوان يحبه أيضا يعزى، تمام. والتعزية مدتها 3 أيام، من متى تبدأ 3 أيام؟ تبدأ من موت الميت أو من الدفن، المعتمد أنها تبدأ من الموت لا من الدفن، واضح؟ تبدأ من الموت. نقف هنا، كم صارت الآن؟ 11:30، ها؟ أوه خلاص وقت، تستعدون لصلاة الظهر إن شاء الله. أستاذ نور، سمعت أن في غداء للجميع، ما شاء الله ممتاز. طيب جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، شكر الله للإخوة المنظمين لهذه الدورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.